السلام عليكم أخواتي، ومرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم عبارة عن تحضير الصلصة الخاصة بالبيتزا، وهذا تلبية للكثير من الطلبات. إن شاء الله تنال الوصفة إعجابكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا نبدأ على بركة الله بالمقادير. أنا سوف أعطيكم المقادير الخاصة بواحد كيلوغرام من الطماطم، وأنا بإذن الله سوف أقوم بتحضير ضعف هذه الكمية. إذا راح نحتاج إلى كيلوغرام واحد من الطماطم الطازجة، حبة بصل متوسطة الحجم، ثلاث حبات من الثوم بحجم متوسط. بالنسبة للتوابل راح نحتاج إلى 2 ورق من الرند أو الغار، ورق الغار، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، كمية من الزعتر، وممكن أيضا استخدام الزعترة حسب الذوق، وكمية من التوابل الخاصة بالبيتزا. راح نحتاج أيضا إلى 5 ملاعق كبيرة من الزيت، نصف ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، ويمكن الاستغناء عنها إذا كانت نوعية الطماطم المستخدمة جيدة وكان لونها أحمر، نصف ملعقة كبيرة من السكر، والهدف من إضافة السكر هو إنقاص كمية الحموضة الموجودة في الطماطم، وملح حسب الرغبة. بالنسبة لطريقة التحضير، نأخذ طنجرة ونضع فيها كمية من الماء ونضعها فوق النار. بعد الغليان نأخذ الطماطم وبواسطة سكين نضع فوقها علامة زائد بهذا الشكل، ثم نضعها فوق الماء بعد الغليان ونحسب 2 دقيقة. هذا راح يساعد على تقشير الطماطم بكل سهولة. الآن نقوم بتقشير الطماطم، هتتقشر بكل سهولة. ننزع الجهة العلوية. ونحاول التخلص من الماء الزائد الموجود في الطماطم، لأنه هو الذي يعطي الحموضة للصلصة. يعني نقوم بعصر الطماطم بهذه الطريقة حتى نتخلص من الماء الموجود بداخلها. بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل بشكل عشوائي، لأننا سوف نقطع كل المقادير. نقطع كل من البصل والثوم، الآن في مقلاة أو في طنجرة نضع كمية الزيت. بعد ما يسخن الزيت نضيف كمية البصل والثوم. بعد ما يذبل البصل والثوم نضيف كمية الطماطم بعد تقطيعها إلى مربعات. بعد ما ذبل كل من البصل والثوم نقوم بإضافة الطماطم. إذا نقوم بإضافة الطماطم على البصل
والثوم، ثم نضيف ورق الرند او ورق الغار، نضيف ايضا الملح والسكر، الطماطم المصبره، نخلط كل المقادير ونترك الخليط حتى تنضج الطماطم وتصبح كثيفة. في الأخير راح نضيف كل من التوابل المتبقية. هذه الصلصة أصبحت جاهزة معنا، راح نضيف في الأخير التوابل المذكورة في المقادير. نخلط كل التوابل مع الصلصة جيدا. ثم ننزعها من فوق النار وتصبح جاهزة. راح ننزع ورق الرند وبعد ما تبرد نقوم بطحنها وتصبح جاهزة للاستعمال. هذه هي الصلصة الخاصة بالبيتزا بعد طحنها، تكون بهذه الكثافة. هذه الصلصة يمكن الاحتفاظ بها في المجمد لوقت الحاجة. بالنسبة لعجينة العجينة الخاصة بالبيتزا، سبق وأن أدرجت لكم الوصفة وطريقة الاحتفاظ بها في المجمد، وقد تلقيت الكثير من الأسئلة فيما يخص طريقة استعمالها. هو أننا نخرج العجينة من المجمد حتى تأخذ درجة حرارة المطبخ، بعد ذلك نضع فوقها صلصة الطماطم الخاصة بالبيتزا، ثم نضع فوقها الجبن وندخلها إلى الفرن. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.